السلام عليكم، مرحبا بكم. لسنوات طويلة استمتع ملايين من الأطفال حول العالم بمشاهدة تينكي وينكي وديبسي ولالا وبو، ومعهم الشمس الذهبية التي تحمل وجه طفل يضحك، يضحك الأطفال أيضا. وهذه الأسماء هي للشخصيات الشهيرة التي ظهرت في مسلسل الأطفال الذي أنتجته قناة بي بي سي البريطانية تيليتابيز. تميز الشخصيات تيليتابيز بأن لكل منها شخصية خاصة ومميزة لتساعده على استكشاف العالم واستخدام بعض الرموز بهدف تعليم الأطفال، مثل حقيبة يد تينكي وينكي والتي تكون من الداخل أكبر من الخارج، حتى يتعلم الأطفال عن الحجم، أو كرة لالا والتي كانت تعكس افتتان الأطفال بالكرات. ومن شدة افتتان الأطفال بتلك الشخصيات فقد حققت جميع المنتجات التي تحمل صور شخصيات تيليتابيز مثل ملابس الأطفال والدمى أعلى المبيعات على مستوى العالم. عاشت تيليتابيز في مزرعة اسمها لالا لاند، وهي مكان رائع يحبه الأطفال. هذا ما يبدو من البرنامج، لكن يبدو أن الحقيقة غير ذلك، لأن قصة تيليتابيز الحقيقية ربما تدمر ذكريات الطفولة الجميلة لدى الكثيرين. لالا لاند الحقيقية كانت معهداً لاحتجاز المعاقين ذهنياً في بلغاريا، والاسم الحقيقي لهذا المكان ليس معروفاً حتى اليوم. والقصة الحقيقية حدثت عام 1995، لكن هناك تم حبس مجموعة من الأطفال في غرفة كبيرة مظلمة وباردة بدون أي رعاية، والمرة الوحيدة في اليوم التي كانوا يزورونهم فيها مقدمي الرعاية القاسين الذين يعملون بالمعهد كانوا يقومون فيها غالبا بضربهم بدلا من أن يقدموا لهم الطعام. وشخصيات مسلسل تيليتابيز مقتبسة من مجموعة أطفال كانوا موجودين بهذا المكان وماتوا جميعا في نفس اليوم في ظروف مروعة. وأحد تلك الأطفال وهي لالا واسمها يعني زهرة الخزامة، كانت تعاني من تشوه في وجهها جعله مشدودا طوال الوقت، فتبدو وكأنها تبتسم دائما، وهذا في الأساس لم يكن يشكل أي نوع من المشاكل، حيث يمكنها أن تتصرف كطفل عادي. لكن مع ذلك تم حبسها في تلك الغرفة المروعة لمدة 5 سنوات، وهي مدة حياتها أيضا، وقد أدى ذلك إلى أن تفقد عقلها تماما. فكانت ترقص في أرجاء غرفتها بدون موسيقى، ولم تستطع بأن تنطق بأي كلمة باللغة البلغارية، لكنها كانت تتمتم فقط بكلمات غريبة غير مفهومة. وقد أمضت حياتها كلها داخل الغرفة، فتحول لون بشرتها للأصفر بسبب قلة ضوء الشمس. مع ذلك فإن المسكينة كانت تبتسم دائما، حتى عندما كانت تتعرض للإيذاء فقد كانت ابتسامتها لا إرادية، حتى عندما كسر أحد الأشخاص المنوط بهم رعايتها ساقيها لكي لا تتمكن من الرقص، وحتى عندما قيدوها في سريرها لفترة طويلة كانت تبتسم وتغمغم بكلماتها غير المفهومة. وأحد الأطفال الآخرين وهو توتي، وهو صبي صغير كان في 7 من عمره فقط، وكان مثل الأطفال الآخرين يقضي أياما لا نهاية لها حبيس الغرفة، لا يملك أن يفعل فيها أي شيء سوى أن يتأرجح ذهابا وإيابا ويتمتم بثرثرة غير مفهومة. وكانت كل جريمة توتي أنه يعاني من الصمم، بجانب نفس التشوه بالوجه والذي كان يجبر وجهه على الابتسام الدائم، فتم حبسه في هذا المعهد المريع طوال حياته. لكن توتي لم يكن يرقص مثل لالا، فقد كان أكثر عصبية ربما بسبب الصمم، فكان في أحيان كثيرة يضرب رأسه في الحائط حتى يبدو أن الحائط يكاد ينكسر من شدة الارتطام. لكن بالطبع مقدمو الرعاية في ذلك المكان كان لهم طريقتهم الخاصة في التعامل معه،
فكانوا يأخذونه للخارج ويقيدونه في أسوار المعهد بالرغم من شدة البرد، وفي أحيان طويلة كانوا يتركونه مقيدا لفترات طويلة لدرجة أنه أصيب بقضمة صقيع فتحولت أطرافه للون الأزرق بسبب بقائه في الثلج، وكانت معجزة أنه تحمل كل ذلك ولم يمت. وكان الشيء المشترك بينه وبين لالا أنهم يبتسمان دائما حتى عندما وجدوه نصف متجمد وكاد أن يموت. ويعتقد أن تلك الشخصية هي التي اقتبست منها شخصية تينكي وينكي. التالي كان دونكا، والذي كان مشوها منذ ولادته، وكان عمره 6 أعوام تقريبا عندما توفي، وكان طفلا مريضا، كما أنه أمضى نصف حياته جائع لأنه كان يرمي طعامه ولأنه كان ضعيفا جدا، لم يستطع المشي، ولم يكن المسؤولين عن رعايته في المعهد ليكلفوا أنفسهم ويدفعوا للطبيب لمعرفة سبب مرضه الدائم. لذلك قضى الولد البائس كل سنوات حياته وهو يعاني من الجوع والحرقة في الحلق والمعدة بسبب تقيؤه الدائم، وكان هذا الطفل هو مصدر الإلهام لشخصية ديبسي. أخيرا كانت الطفلة بولينا هي الطفلة الأصغر بين الأربعة الذين توفوا في ذلك اليوم، كانت في 3 فقط من عمرها حينها، وربما تكون قصتها هي الأكثر مأساوية. فقد أصيب والدها بالرعب في لحظة ولادتها بسبب التشوه في وجهها، ذلك الوجه هو إعاقة بولينا التي عانت منها مدى حياتها. وذات يوم في الشتاء البارد ارتكبت بولينا خطأ بسيطا، وهو أنها نامت بالقرب من المستودع الذي تحفظ فيه جذوع الأشجار التي تستخدم لتدفئة مقدمي الرعاية، والذين لم يلاحظوا أبدا أن هناك طفلة بشرية من لحم ودم، فقاموا وهم سكارى بإلقائها في نار التدفئة. فاستيقظت الطفلة على إحساس اللهب الذي يحرق جسدها وصرخت، فسحبها المشرفون في المعهد، لكنها كانت أصيبت بالفعل بحروق جسيمة، ومع ذلك عاشت حتى لاقت حتفها مع إخوتها 3 الآخرين لتكون ملهمة شخصية بو. إذا وجدت هذا الجزء من القصة مزعجا، فربما يجب أن تتوقف عن مشاهدة هذا الفيديو، لأنك ستعرف الآن سبب تسميتها بتليطابيز. فكما ترى في هذا الوجود الكئيب، لم يكن هناك أي شيء ينير هذا الظلام الحالك الذي يعيشون فيه إلا أجهزة تلفزيون كانت تعمل باستمرار في المعهد كوسيلة لجذب انتباه الأطفال الذين يعيشون بالداخل، وكانوا مهوسين بها إلى أن حدث أمر جعل الأطفال 4 يصابون بالذعر. فقد سمعوا مدير الدار يتحدث عن ارتفاع تكلفة الكهرباء بسبب هذا التلفاز وأنه سوف يتخلص منها. فكر الأطفال 4 بعقولهم البريئة أن عليهم سرقة أجهزة التلفزيون وإخفائها قبل أن يأخذوها بعيدا، ولأن الأطفال جميعا كانوا ينامون في غرفة واحدة لا يوجد بها نوافذ إلا نافذة مرتفعة ولا مكان للاختباء. لذلك بعد أن حملوا أجهزة التلفزيون لم يعرفوا ماذا سيفعلون بعد ذلك. نظر الأطفال لبعضهم بعض وهم خائفين، وخطرت ببالهم فكرة، فقد كان الأطفال في المركز معتادون على بلع بعض الألعاب الصغيرة لإخفائها في بطونهم بعيدا عن المسؤولين الذين سيحرمونهم منها، لكن أجهزة التلفاز كبيرة فماذا يفعلون؟ في الصباح عندما دخل المشرفون لإيقاظ الأطفال كالمعتاد، كان جميع الأطفال موجودون في أسرتهم إلا 4 أطفال، فقد وجدوهم في منتصف الغرفة وبطونهم ممزقة تماما والدماء في كل مكان، وكانت أيدي الأطفال وأظافرهم ما زالت تحمل قطعا من اللحم جراء تمزيقهم لبطونهم. وعلى الفور هرب مقدمو الرعاية من المكان، وحاولت الشرطة البلغارية أن تخفي خبر الحادث، وظلت قلة قليلة من الناس فقط
تعرف عن الحادث المروع، من بينهم سيدة تدعى أنود، والتي قررت أن تؤلف قصة تيلي طابز لتجعلهم يعيشون معا في مكان سحري، يضحكون ويلعبون ويكونوا سعداء بعيدا عن مركز الرعاية، ودون أن يضطروا لإخفاء أجهزة التلفزيون في معدتهم. ما رأيكم بقصة تيلي طابز؟ وهل كان هؤلاء الأطفال يستحقون هذه الرعاية السيئة؟ أرجو أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا التعليق والاشتراك في القناة، ودمتم سالمين.